يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجواب الصحيح على هذا السؤال الذي يكثر طرحه، وهو هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير ومخير، كلا الأمرين، مسير من حيث أفعاله، هو مسير يفعل الشيء باختياره، يطيع الله باختياره ويعصي الله باختياره، يؤدي الواجبات باختياره ويتركها باختياره، فهو من جهة أفعاله مخير. أما من جهة أفعال الله فيه كإمراضه وإماتته وإضلاله وهدايته، فهو مسير من قبل الله جل وعلا. نعم، فيجتمع فيه أنه مسير من حيث أفعال الله فيه، ومخير من حيث أفعاله هو. نعم.